زين العراق. البرنامج برعاية زين العراق. اليوم خلي اللفة علي. اليوم الغداء مالتك علي. أبو سامر، الشايات اليوم علي. اليوم وكالمتك علي. ويا خدمة واصل حسابك من زين، خلي مكالمتك عليهم. للاتصال على حساب مستلم المكالمة بس اضغط نجمة 204 نجمة الرقم مربع بعدين اتصال، ويمكن لمستلم المكالمة قبول دفع تكلفة الاتصال بالضغط على الرقم 1. عم تستخدم شي الشامبو تبعي؟ لا أكيد. لا أكيد. شامبو بايوفريش الذي يحتوي على مادة المينوكسيديل التي تقوم بتوسيع الأوعية الدموية في منطقة بصيلات الشعر، وتعمل على وقاية وعلاج الشعر المتساقط عند الرجال والنساء. شامبو بايوفريش، شعرك أكثر صحي. رمضان كريم أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله ينعل عليكم بالصحة والسلامة. اليوم إحنا متواجدين في منطقة الدورة شرطة حي آسيا حتى ندق باب أبو عبد الله أنا والكادر وضيفتي لهذا اليوم، ونقول له فطوركم علينا. اليوم دقينا بابك حتى نقول لك افطوركم علينا اليوم رح يكون. واكيد قبل ما ابلش واتعرف بيكم اعرفك بالكادر الموجود وياي من افطوركم علينا، طبعا الغنية عن التعريف نجمة العراقية الست آلاء حسين اليوم موجودة ويانا ضيفة افطوركم علينا، وايضا وياي الشيف محمد سوادي اللي هو اليوم رح يكون مسؤول عن افطورنا. اهلا بيك، ويانا اليوم اللي رح يحلق لك شوية ويرجعك شباب ابو عبد الله. اهلا وسهلا. ويانا وسيم بعد ما فات القطار. لا وين فاتك القطار، انت وعدك شباب اليوم نرجعك شباب احنا. او اكيد ويانا الخياط من الاخر ان شاء الله. لا ان شاء الله امين. ويانا الخياط اليوم علي الربيعي اللي شويه. اهلا وسهلا. خيط للحجه والبنات. ربيعي اسمهم موجود ان شاء الله. الله يخليك انت، طيب تسلمين حجية. ويانا طبعا المصور الفوتوغرافي محمد الشماري راح ياخذ لنا مجموعه من اللقطات، وتبقى يمكم على حائط للذكرى وان شاء الله تاخذوها وياكم. بارك الله بكم وبالشرقيه وبالاخ سعد البزاز، واهلا وسهلا بكم. اهلا بيك يا بتسلم لي حجر. هسه انا عرفتك على الكادر الموجود وياي، هسه بدي اتعرف عليكم انتم منين، مين نزحتوا، كم نفر بالبيت؟ احنا نزحنا من كركوك مكتب خالد، المنفذ خالد، مكتب خالد. نعم. طريق كركوك حويجه بالمدخل مال كركوك. نعم. فنزحنا من لحد الان منطقه محرمه لا يدخل لها لا انس ولا جان. نعم. اي من محرمه من الطرفين، وكل شو بس عسكري طب لهم يخصهم. وبالنسبة أن نزحنا ما لقينا مكان في كركوك هالقد ما الزحام والزخم، فعبرنا إلى بغداد. نجينا إلى بغداد إحنا 8 نفرات والوالدة 9. الله. إيه 9 ويا الوالدة، وبقينا محصورين. تدون أنتوا النازح شلون يمر اليوم، واحدة تأخذ
طفلي انا وياها للسوق تتعب صحيح إيه نازح شلون شو يصير بيه وشرم يمر مآسي وطلع وهجرنا بليل ليل اظلم يعني بحدود الوحده بالليل الى ما حصلنا بالطريق يعني طبينا يعني يوم ونص من كركو كلنا يوم ونص يلا وصلنا زين حجي بس ارد اسالك انتم شلون اندليتوا هذا البيت قعدتوا بيه يعني هو بيت اصلا تابع لجهه معينه وقعدتوا هنا هذا البيت احنا بالطريق اي بالطريق ليش تاخرتوا يوم ونص حجي بغداد كان مو بالنها بالليل كانت ما تدخل على بغداد وبالنها تفتيشات ومقطوع الطريق كان يعني شلون شلتوا وياكم غراض شلتوا شيلوا بس الطرق روحكم طلعتوا ممنوع من جهة كل الأطراف طلعتوا بروحكم العزيزة الحجية شلون الحجية هي شو اسمه الحجية مثل ما وصلت بسلام قبلنا يعني الحمد لله اي لانه سهلت امر حتى تاخذون اوراقكم اشياءكم الخاصه المهم اوراقكم ما قدرنا ناخذ نص اخذنا بجيوبنا والقدامنا والبقيه ما اخذنا وقد غادي يعني بالبيوت اللي تهدم بعد لحد الان ذاك يوم رحت الكركوك واجهت امر لواء قال ممنوع توصل اقدر بس اجيب بس المستمسكات ما خلاني اطلب لا حد يدخل ولا حد ان شاء الله حجي ترجعون لبلدكم لمحافظتكم بالسلامه واحنا كنا اخوان اهلا ياخذوها وهدومي وجدليه وما خلونا نشيلها ما خلونا الجزات لابستها ممنوع نشيل ويانا ضاروا الا تشيلون حاجه ضاروا ملتمين كلهم كلهم وما خلونا نشيلها خليت الهدوم كلها ناخذوها ما خلونا حجيه فدوى لك اليوم احنا ويانا خياط راح يخيط لك هدوم جديده الفانيلات ما خلونا كل شيء البيت مليان فدوى حجيه المهم انتم بسلامات يوم نسوي هذا الموجود واليوم 30 سنه ذني من اللنقات هنا اجمع واجيب بس البس بالجامع بس الله يساعدك طبعا احنا اكيد دموعك عزيزه علينا انه ما حبينا اليوم نجيبك حتى مبكيك بس هذا وضع حاليا احنا اللي بي ما ارد اشوف دموعك احنا جايين نفرحهم دموعك غاليه علينا احنا جايين نفرحهم طبعا هاي دموع كل عراقي يحس بمعاناه اخوه الثاني ايش حسيت يعني بس تبكين قلت راح تبكي ويا ترى ما عندي مشكله خليني صامده عمري ما شفت موقف مثل هذا يعني لو عدو يوقفني يعدمني اسهل من المريت بي عدو يعدمني شي يحط خليه يحط حتى لو نووي يحط علي اسهل من المريت بي الله يسعدك ايوه يا حجي يعني انت تتحمل هذا كله وحدك ولدك وين اسهل ولدي هسه موجود اثنين يمي هسه موجودين الحمد لله الله يحفظكم وينهم موجودين هي عبد الرحيم هذا واحد والاخ يمه موجودين ان شاء الله موجودين اذا اكيد راح نتعرف عليهم حجي احنا ريدك سالم ريدك غانم انتم موجودين بين اهلكم وحجيه الغراب فدوه الك اليوم احنا ويانا علي رباعي راح يفصل لك هدوم جديده كرامه يعني الكرامه اليوم اصبحت كرامه الانسان اصبحت الكرامه الانسان الكرامه اصبحت بماله عنده يحترمون لا حجي لا اكيد حشاكم حش الطيبين حشاكم حش الطيبين عنده يحترمون ما عنده ما يحترمون لا حجي اكيد انتم كرامتكم محفوظه وعلى عيني وراسك نفسك ايوه اني اتكالي على الله غير الله ماكو اتكالي على الله هو اللي خلقني وهو اللي يديرني وهو اللي يسيرني وهو اللي يمشيني حجي اولادك وين ممكن انه نشوفهم يعني شو مو موجودين زين والثاني وين مصطفى عبد الرحيم عليكم السلام شلونك عيني تعال انا خلني اتعرف عليك انت جد عمرك متزوج جديدا 20 سنة ما شاء الله عليك متزوج زوجته لا 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 ها عبالي هو المتزوج حتى نبدي حلقتنا حجي لهذا اليوم احنا موجودين حجي اليوم حتى نعيش يوم حلو وشوية تنسون الهم اللي انتو بي حتى نبدي حلقتنا لهذا اليوم بما ان احنا فطوركم علينا ويانا اليوم ضيفة حلقتي نجمة آلاء حسين بس محمد سواد تعال يمي شوي تعال انت اليوم انت الفطور كله يمك اليوم تعال خلنا نغير جو شوية نطلع العائلة
محمد سوادي طبعا الغني عن التعريف اليوم الشيف اللي انا عرفتك بي وبيك. محمد اليوم شو محضر لنا؟ اليوم حيشغلنا ما زعل حيقول لنا ثرمو سوا ندري شنو اللي راح تسوي لنا اليوم من فطور؟ شنو الاكلات اللي انت محددها؟ حجي شنو عاجبك تعمل؟ والله اني قاسم الله بس انتو الشباب الجديد ما انتو شو انتو الشباب الجديد على بنات الاثنين قاسم الله ناكل بس احنا شو تحب تاكل؟ والله لا نقول الا هلا حل قاسم الله يمه حجيه شنو الاكله اللي تحبيها برمضان؟ الاس القاسم الله من ايدك ناكل الحلوه اي والله اليوم من ايد محمد ثاني حثرهم جبنا الله ان شاء الله جزلنا من فوق هو العالي واحنا جوه ونعمه بالله رب اسمه يقطع. اذا محمد العائله الكريمه ما تعرف شنو يعني اي شيء مقتنعين عائله قنوعه انت شنو اليوم اللي محضر لنا اياه من اكلات؟ طبعا اكيد لانه حتموت جوا يعني اليوم تنتظراني يا شنو اختراعاتك اليوم؟ الاكل الشرقي طبعا موجود هذا بكل سفره الاكل الشرقي حلو اي نعم بالاضافه الى شرح الاكله هي البيف باكين ها 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 وطبعا اكيد اليوم يا ضيفتي راح ترافقني بطول الحلقه مثل ما تعرفون شلون شيء الخياط اني كنت اخيط زين جبتي وسه شو كانت وسه بالمدرسه بالمدرسه كانوا يعلمونا نخيط يعني وبقيت تذكريه لو خلص اتذكر شويه اي شغلات بسيطه خربتي ثوب كوما مبينه هواي مخربه كوما علي اليوم شو محضر محضر لهم الوان كلش حلوه والحجية راح نفك حزنها اليوم اي لازم ما بيها مجال الحجية حكيت وياها بالكواليس قالت شلون شو اقول للحج باكر عقبه نزعت الاسود شو تقولي لها اليوم؟ هو نقول لها اليوم جتك الشرقيه ولازم نفك حزنك اكيد الشرقيه اليوم موجوده تفك حزن اي واحد يكون موجود ويانا خاله نعم صارت ايش قد منفصله ثوب وفرحانه ويعني لابسه فد شيء جديد والله صار هواي ملابسين شالت هواي اي والله الله يساعدك بس احنا اليوم جايك حتى نفرحك شويه الله يفرحكم وريد تختارين تبلشين انت اول وحده تختارين قطعه قماش من ذني اللي موجوده الله يسلمكم ان شاء الله يبارك بيكم مره حجيه تعالي لي هنا انا ويا لون اكثر شيء عجبك قطعه قماش حابه يفصلك اياها اليوم الخياط علي والله كيفكم لا انت على ذوقك احنا اليوم على ذوقك والله كيفكم انت شنو يا لون حبيتي يا قطعه قماش اختاريه كيفكم والله انت يا اللي حبيتي اختاريه جيبيها تعال ها والله الحجه هاي باع الحجه تقول لك ايش يا هاي يا عجبتك اخذيها هاي هي جيبيها وتعالي يلا هسه سرى رقيه صديقه آلاء طبعا هي وياها راح تروح هاي مال ام عبد الله هذه الاحمر شكلها تحب الاحمر ليش ليش تحبين الاحمر لابسه احمر تختارين تختار احمر هي تحب الاحمر هاي شنو من حقها غير تحبين الاحمر تعالي تعالي خاله تعالي يمنا بقت عندنا الحجيه ثوب رقيه ثوب رقيه بقى حتبقى لازم تقلل اليوم ثوب رقيه اليوم بقت عندنا الحجيه خلي اشوف الحجيه شو تريد جايه خلي اشوفها حجيه هاي هذا فك الحزن الزين ضاع الحجيه انت تخيطيها الحجيه تقول ما اريد انا اخيطها واحنا اليوم جاي نخدمهم لازم احنا نخيطها لها يلا حجيه اليوم اريد نفك حزنك حجيه اليوم تستخدم شي الشامبو تبعي؟ لا أكيد لا أكيد شامبو بايوفريش الذي يحتوي على مادة المينوكسيديل التي تقوم بتوسيع الأوعية الدموية في منطقة بصيلات الشعر وتعمل على وقاية وعلاج الشعر المتساقط عند الرجال والنساء شامبو بايوفريش شعرك أكثر صحي ب
بيو فريش ينظف أعمق ويقتل البكتيريا التي لا تصل إليها فرشاة الأسنان. بيو فريش لفم أنظف وأكثر انتعاشاً. وكوافيرنا اليوم وسيم اللي راح يحلق لأبو عبد الله اللي صار له فترة الظاهر محالق لأنه حتى لحيته يعني طويلة صايرة. حج ليش عايف هيكي؟ عايف نفسك لا حالق لا شيء. الجود من ما جود التعب. الله يساعدك. اي بس كو ماكو بالمنطقة شفت حلاقة، ليش ما راح تزينت؟ مزوديها الحلاقة 5000 مسويها ما عدا البخشيش. ما عدا البخشيش، احنا اليوم ببلاش حلاقتك علينا اليوم. بارك الله بيكم، الله يجازيكم بالخير. ام عبد الله تحب تشوفك حالق وهاي لو تقول لك لا اوقيتش احلى. صحيح، بارك الله بيك وبيها. يعني تحب تشوفك انت مزين ومرتاح مو؟ شكو بيها، بارك الله بيك وبيها ان شاء الله. وبيك يا ربي. وسيم. نعم. شلونك؟ الحمد لله. بلشت فقرتك، راح تحلق لنا اليوم ابو عبد الله وعبد الرحمن مو؟ عبد الرحيم، عبد الرحيم همينا وياه. الحجي محتاج لترتيب شويه، اريد ترجعنا يا شباب. ان شاء الله، هو لا بعده شباب. مو تشوف؟ ان شاء الله. يعني حتسوي له نفس قصتك على الحجي؟ لا متى؟ الحجي لا تسوي له قصات. شويه. تؤمر. شنو اللي تحبه حجي؟ قول له من هسه، شنو اللي تحب؟ شيل الشارب بس الناحيه شويه. تؤمر. يعني رتب لي هو عرف، هو عرف. بس شويه، بس دني يتمشطني شويه. هاي. تؤمر. دني خفف لك يان واللحيه اللحيه تقول له يشذبها اسلاميه يعني حد هي ايوه الشارب شيله اشيل لك الشارب اشيل لك يا بعد شي يريد انا اسوي له انا حاضر لا اكيد واحنا اليوم حجي موجودين حتى انت تطلع بشي حلو وجديد ان شاء الله باسمكم وباسم الشرقيه ان شاء الله بالخير ان شاء الله والصحه والسلامه ان شاء الله للجميع شكرا جزيلا. هاي ثواب مقدم لشهداء العراق وشهداء الشرقية. الله يرحم الشهداء وبارك الله فيكم ونشكر الأستاذ سعد البزاز. شكرا لك. بارك الله بيك. يا مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. هاي عن أرواح العراقيين شهداء العراقيين وشهداء الشرقية. مشكورين. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. هاي عن أرواح شهداء العراق أجمعوا شهداء الشرقية خاصة. شكراً جزيلاً. شكراً. السلام عليكم. رمضان كريم. هاي عن أرواح شهداء العراق وشهداء الشرقية خاصة. واسم إن شاء الله والله يبارك بكم ويبارك بالشرقية ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً يا أبو. رمضان كريم. وصلنا إلى فقرة الطبخ اليوم والأكلة اللي من إيد محمد السوادي. قبل كل شيء إحنا ما ندري ذكرتي اسمه؟ ذكري. بيف باكين. ما أتذكر سلامة شنو؟ بيف باكين. باكين. نعم. شنو مكوناته؟ مكوناته طبعًا هي لحم حب الظهر 200 غرام، بصل 50 غرام، فلفل 50 غرام، فطر 50 غرام. هاي كلها مكعبات. الصلصة مالتها هي التشيلي صوص سويت عن سوار يصير. البهارات فلفل الأسود والأعشاب وصويا صوص بالإضافة إلى الثوم والزبدة. طبعاً هنا ما راح نستخدم الملح لأن عندنا اللوحة مال الصويا صوص. نعم. بدي نخلي الطاولة على النار. وأنت تتحضر إنه بالعادة إحنا تعودنا إنه أكو طاولة المربع اللي تستخدم اللي يتيفال تجي نعم. يعني مثل المشيفة. ليش هالمرة هاي الطاولة؟ الطاولات الصينية أكثر شيء الاستخدام، تبقى الخضار طرية ينطر اللحم وتبقى الخضار طرية.
يعني طبعا محمد سوادي اكثر طبخه بالزبد يعني بالزبد الزبد وزيت الزيتون اثنيناتها مو الزبد يسوي نكهه ولا زيت الزيتون صحيح انا احب الطبخ زيت الزيتون احيانا اكلات اكو فيها برمضان اكثر شيء يحبه بالبيت وتحسين دائما استاذ سعد يقول سوي لي اياه سوي لي يحب دول ما يحب كل شيء يحب كل شيء ياكل على الفطور لازم كل شيء موجود وين الطرشي وين الخضره وين حتى الاشياء اللي هو ما ياكل مثلا هو ما ياكل خضر وين الخضره انه يحب كل الاشياء لازم موجوده يعني متوفره على الميز وياكل هالقدوت والوقت اللي انت عندك بيه تصوير مثلا احنا حتى برمضان اوقات ندخل تصوير اي احاول انه ما اصور او احضر حاضرين يلا احاول انه انسحب من التصوير اليوم سويتي فطور قبل ما تجين هنا ده لسه كده ما تمنجعوا سويتي له فطور لو عفتي لي يومي حضرت له بامية حضرت له حضرت له بامية وكباب أروق وخضرة يعني يلا بالعافية عليها مقدمة طبعا تحياتنا الأستاذ سعد مجيد حطيت اللحم نعم بس نبدأ نخلي الثوم بما يعني تستوي الأكلة الأطباق الشرقية اليوم نعم شنو اللي تحضره طبعا أكل علي التكشيف علي هاي اوكي انا اقدر اتحمل لا هاي ما قلت لنا عليها لا عائلتنا الكريمه ما قال لنا عليها هذه مو خش دقه هاي شنو مو خش هاي ما قال لنا والله انت بالبدايه اول ما سالناه ما قال اي ما اعرف لا دولمه زين لفت دولمه هاي شو وقت ما ادري دجاج مو لحم سوينا دجاج ذبح اي نعم نعم لا دجاج كامل صدق يعني ما قال لنا خيانة سألنا خيانة ايش قاعد ردنا يا بس راح تحضر اليوم اها هو بس قال لي بامية وتمن الله كريم الله كريم هي تنحل رجع هني رجع هاي اول اكله طبعا اليوم مسوي لكم هو محمد سوادي دولمه نعم تمن باقله مع اللحم والفطر مو بس باقله تمام باقله نسوي عليه ابديت تعود درسنا اقول له احنا العوائل العراقيه سويت تمام باقله بدون لحم وفطر اي صحيح لا هذه ضفت له لحم وفطر هو ضايف له لحم اوكي هذا اللحم حلو مكعبات وفطر وفطر تسع مرات قال لي وفطر وفطر مو حتى يعني هو متميز ما شاء الله ريش عبالك تمام زين والبقيه خلاص هجا اوكي هلا نشوف هنا شنو هذا تمن ابيض ما شاء الله لازم يكون موجود معناته اكو مرقه بالموضوع ما دام اكو تمن ابيض شوف لنا مرقتنا اليوم شنو شيف محمد يقول لي محمد هاشم لازم اقول سوادي وهاشم احسن حتى نخلص من انا فرقيت حقنا للدماء هاي الباميه يمه اي ما دام تمن ابيض معناته اكو بالموضوع اكو ويا اللحم بعد شلون صايره صلصه يوم راح نفطر قبل الموعد كارثة اليوم كارثة طبعا واكيد اكو شوربات جاهزة اي هذا دجاج مع المقدوس هذا مع المقدوس والحمص هذا شنو ايش قد حلو هذه اكله جديده هسه ناخذ مقادير المشاهدين هذا دجاج بس ويل رفعينا اياه شوي خليه يشوفون المشاهدين انزل لي هذه اللي انا طلع مقدوس عندنا وحده دجاج بالمقدوس مقدوس هاي مقدوس ودجاج جوعتنا دجاج طلعت ما دجاج ما تكفي هاي اللي اي ما تكفي هذا الدجاج بعد القوزي ماكو مكان على الطباخ خلينا نجي نعم طبعا شوربات واللبن والشيء الحلو العصير اليوم الكاستر نعم نعم اليوم كاستر اكو شلون خبا دايت قعدت ايش اسوي بالكاستر حتى ام عبودي تعينان خلي عبد الرحمن خلينا نسمع صوتك أطباق الشرقية شفتيها؟ إيه أني بارك الله بيكم الله كثر أمثالكم تدول عمرك أكثر طبخة تشاطر بيها من ذلك اللي سواها الشيف محمد السوادي لا والله ما ما تسويهم مو ما تسويهم أكيد ما أخلي فطر هي الظاهر سمعت الفطر قالت لك ما أسويها أنا ما نخلي فطر بثمانين باقي إيه بس دولمة يعني بس المرة مسويها بالدجاج إحنا متعودين باللحم صح إيه صحيح زين أبو عبد الله شلونك ويا الاكل برمضان دولمه الباميه القوزي مو قلنا القوزي بركه ان شاء الله الله يزيدكم ويكثر من امثالكم يرزقكم بالدنيا وثم بالاخره واجر ان شاء الله لكم ولامه محمد والجميع ان شاء الله امين امين احنا اليوم غايتنا انه كنا نفطر سوا ونفرحكم يصير بيناتنا زاد وملح ما تحسوا نفسكم غربه خلي اشوف الاكله حتى اعترق واني بعدني دا اسولف هسه شنو وراه؟ وين بدنا نطبخ اللحم؟ نخلي الخضار، نخلي الفلفل الاسود
ايش عجب المره ما استخدمت العرق حار وال لا هذه الاكلات الصينيه اكثر شيء ادخل بها الاعشاب والفلفل الاسود أكثر. بالاخص اللحوم الحمراء هاي خلطه الاعشاب موجوده يقدرون يشتروها لو انت مسويها لا هاي انا مسويها بس هي موجوده بالسوق يعني الروزماري والاوريغانو والزعتر والورق الغار المطحون كلهم ذني الو سويني شوكلات بالبيت اذا تعلمتيها بالبيت بصراحه الاكل الصيني علمني عليه سعد حلو يعني يحب اكل الصيني يسوي اكلات صينيه اي بس يعني اول ما زوجت شويه يعني مو زينه بالطبخ شيء شويه خربطت اي شويه خربطت بس هسه لا بعد 12 سنه بعد كافي تخرجنا اي لا يحب الاكل من ايدك مثلا لو يقول انا اكل مثلا بمكان او يفطر برا او يحب الاكل من ايدي كلش اي بس طبعا اكو اكلات مثلا المزقوف والمشاوي والهذي واحد يحبها من برا يعني عموم البيوت العراقيه تحبها من برا اكثر صحيح هسه الاكله حط لها الصوص نعم تمام هاي الصوص دار كوب طبعا هي ورا ما تنطبخ عدك الطبق هي مع الرز تنك اجباري ويا اي مع الرز اي مع الرز هم الصينيين اكثر شيء يستعملون الرز المسلوق الرز المسلوق مو المسلوق على نعم 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 ما حد يعرف نعم طيب هسه الاكله استوت عرفتيها اي تمام شكرا على شفتك لا لا حبيبتي خلصت الاكله هاي أعزائي المشاهدين وصلنا إلى الإفطار لكن حبينا ننوه لأنه وقت الإفطار طفت الكهرباء فاضطرينا نستخدم جتي الكهرباء جتي الكهرباء عليه الصلاة والسلام نعمة إنه جتي الكهرباء ورا حنبلش نفطر يابا نسمع من عندك الدعاء على والكهرباء جتي شوية برودة نسأل الله الرحمة والرحمة والرحمة لكم والأمة محمد وكل طيب وإن شاء الله الرأس المرفوع بكل مجال لأنه تساعدون العالم وتساعدون الناس المحتاجة من كل جانب وجزاكم الله خير بالدنيا وثم بالآخرة مستورين إن شاء الله مستورين إن شاء الله مستورين إن شاء الله نسمع منك دعاء الإفطار حتى نبلش ناكل صمنا وفطرنا على ما قسم الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تتوقعون اليوم شنو اكو شنو ماكو ما انا شغله مش معربيه ما تعرفيه ام عبد الله يا ام البيت شو تقولين شكو ماكو اليوم والله ما ادري شنو ما تدرون شنو طبعا كلش فقيره وعاده تشوفيها شو تقولين انت شنو الاكو اليوم هو طبعا من اللي متابعين المواسم سنه على سنه يعرفون انه هي كلها غراض مال البيت لانه احنا شفنا البيت حالته تعبانه وان شاء الله يا ربي هاي الغراض كلها تفيدهم غراض مطبخ على غراض صاله وان شاء الله يا ربي الجاي اكثر يحل الازمه اللي انتم بيها ان شاء الله يا ربي ما تشوفون شر وترجعون بالف سلامه معززين مكرمين هم ولد خير ولد عز ومحلاتهم ومثل ما عرفت انه محلاتهم وسياراتهم وشغلهم هناك يعني هم اعزاء ومكرمين كانوا
والظرف اللي خلاهم هيك يصير، وان شاء الله يا رب ما ينعاد عليكم هذا الظرف يا رب تخلصون عيوني. طبعا قبل ما نفتح الهدايا اقول لي هديه الاثمن والاغلى من ذني كلهن هو القران الكريم حتى يتنور بي بيتكم، مقدم من قناه الشرقيه وعليه ليابول الشرقيه كانت هنا. هذا القران قدميه ست الاء لابو البيت، هذا القران حتى تتبارك بي وتاخذه وياك ان شاء الله من ترجع لبيتك معزز مكرم بيتك. ان شاء الله يا ربي ببيتك تخلي عيوني بالعافيه عليك وان شاء الله ربي يحفظكم. ايما ليش تبكين؟ ليش تعالي ليش تبكين؟ ليش بكيتي؟ ترى احنا ما نتحمل لا هسه تنزل دمعتين. ليش تبكين؟ ليش بعد ماكو ما قدرت؟ ليش تبكين يابا؟ ليش حجي ما نريد نشوف دموعكم اليوم، احنا جايين حتى نفرحكم حتى نقضي وياكم يوم حلو. ما ضحكه ما ختمه بجي. بارك الله بكم جميعا ان شاء الله، الله يسركم يبعد الشر عنكم بالدنيا وثم بالاخره، وان شاء الله مستورين دنيا اخره. فدوى لعينك لا لا تبكون عفوا دراسه الحين قلوب احنا نريد نختمها بضحكه. ليش بكيتي؟ ليش تبكين؟ يما فدوى الك. المهم انتم بخير وضحكنا وتونسنا وفطرنا وصار بيناتنا زاد وملح، ما اريدكم تبكون. القران حتى يتبارك بي بيتكم اكيد، وراح نخلي ذكرى على حايتكم اليوم وحايتكم ان شاء الله بس ترجعون سالمين غانمين. هي صور من محمد الشمري، مجموعه صور اخذها التقطها واحنا موجودين معاكم طيله اليوم. هاي راح تتعلق الصور راويهم يا هاي الصور راح تتعلق على حايتكم حتى تبقى ذكرى لكم انه الشرقيه زارتكم وبرنامج فطوركم علينا كان اليوم دق بابكم وفطرنا وياكم بوجود نجمه الحلقه الفنانه الاء حسين. هاي عد هاي ويا الخياط لبسنا طبعا لبسوهم بس لانه لابسين عبي بس رقيه صغيره مبينه دشداشته مبينه دشداشته. وهاي صور عد الحلاق هاي انت من زينته ابو عبد الله بالعافيه عليك عوادي. اطلب منك بس هذا الحائط دقين احنا اصلا بسامير حيعلقها هو اثناء ما احنا نكمل توزيع الهدايا وراح يعلقها على طول الدرج هاي تبقى حتى تذكرونه بخير. تعينا انا لسه شي بعيد علي في دول عمركم في دول حتى تذكرينا دائما بالخير والبركه الله يسجل الله يزخم في دول عمرك. نغير شويه الجو. شو تتوقعون الهدية أبو عبد الله؟ أبو عبد الله هاي الهدية الصغيرة إيش تتوقعوها شنية؟ شو تقول؟ هاي شغلة رجالية مو شغلة نسائية فكيف راح تعرفها شنية؟ كل بيت يحتاجها. كل بيت يحتاجها. كل بيت يحتاجها. هسه بالفطور صار بينا موقف وكان المفروض نحتاجها. ها؟ مولدة؟ مولدة طبعاً مولدة. هاي هي بالخير والبركة عليكم. هذه مولدة. مقدمة من عندنا لكم حتى بعد بردوا بعد لا ننتظر الكهرباء وقت الفطور طفيت وش وقت تجيبها والمولدة بالعافية عليكم. بس أطلب من عندك أنه تشيل لنا إياها حتى نبلش الهدايا البقية. هاي شنية؟ أنا يوم أحذركم يوم حزورة شو تقولي؟ شنو؟ مجمدة؟ هي كلها مقدمة طبعا من قناة الشرقية حتى نعرف هي شنية. لا ماكو مجمدة صدق؟ ماكو مجمدة عشان لا يعني شو تتوقعين؟ ام بيت يلا ام بيت طب مو طباخ لا هاي عاليه شنو انتو عاليه شو تقولين؟ ما اعرفها غساله غساله؟ غساله طبعا ما تغششوا لا والله ما غششوا زين لا عاد رفعينا اياها انت بس رفعيها لي فوق راح تنفتح هاي غساله ام عبد الله حتى هاي الغساله حتى تغسلين بها هدوم اخذها من ايدها الكرتونه هاي الغسالة الله يبارك فيك ان شاء الله ما تحتاجين بعد غسل ايد اي الله اي من اكثر وحدتي فروحة فروحة انت اللي تستخدمين اكثر ايه صح بس ما بيدك هاي غسالة بارك الله بكم جزاكم الله خير اي والله الحمد لله طول عمرك زين هذا شنو؟ انا احب هاي السوالف بين طباخ هذا طباخ يمكن بالعكس مو هذا طباخ اي بالعكس هذا طباخ أربع عيون وفرن حتى لأن أنتم طباخكم قديم مثل ما شفناه ويا دوب يا عندك تدرون هاي بعلم البيت هاي الطباخة فرحتي بالطباخة أكيد أي والله فرحتنا فرح شغلك هنا راح يصير فرح فرحتي بي أي والله فرح شفتي اسمك احنا اليوم فرحناك على اسمك دخلنا لك الفرحة شكر بارك الله بالخير والبركة عليك أجمعين علينا وعليكم على أول أكلة راح تطبخيها هنا بهذا الفرن شنو؟ إن شاء الله مبكرين يا راح نسوي شو حتسوين؟ شعر اي شيء طبيعي ان شاء الله طبعا
الشاي. بالعافيه عليكم بالخير والبركه. طبعا قبل ما نشوف هاي حتى بس ننوي لانه هاي ثلاجه بس المكان ما نقدر نفتحها، فين تفتحوها؟ بالخير والبركه عليكم، هذه ثلاجه فاي بالعافيه عليكم بالخير والبركه. هاي ثلاجه انا افتريت بالبيت ما عندكم ثلاجه، ما يعني شلون تقضوها ما ادري، الله يساعدكم. هاي الثلاجه مقدمه من قناه الشرقيه اسمها، الله يبارك ان شاء الله، ان شاء الله تحل لكم ازمه يا ربي. هاي الغراض واللي شو تقولي وجايات هذه ما اعرف هسه هنا بديت ما اعرف يعني، لان اكو غساله اكو طب ما اعرف مبرده ممكن افتحيها وتشوفين. يلا نفتح، خلينا نفتحها ونشوف شنو هي. هاي هم اخذ الكرتونه من ايديها إيه؟ رفعيها. هاي مبرده مبرده احسن من ذيك الصغيره اللي انتم حاطينها دوبا جابت لنا نسمه هواء. بالخير والبركه عليكم ان شاء الله، طول عمرك هذا سيف حبيبي عليكم يعني ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله، بما انه انتم مضطرين انه بخلال ايام تغادرون. قبل هاي الهديه اللي قلت لك عليها، ها قبلها عندنا طبعا هي تريد تعرف هاي الصغيره شنو، انطيني هاي الصغيره. هاي تقول لي شنو هاي صار ساعة شنو عبالي حغششه. افتحيها على ايدك حتى تعرفين شنو هذه. طبعا قبل ما تفتحها انا احب اقول لكم انه هذا جهاز تلفزيون ايضا مقدم من قناة الشرقية لكم، حتى شوية تغيرون جهة تفرجون هندي وتركي ها شفتيها. اوكي اوكي يعني نجيب تلفزيون بدون ساتلايت؟ لا اكيد لا طبعا هذا ساتلايت. اي صارت ويا صغيرة. طبعا مو بس الساتلايت احنا اليوم جبنا لكم اياه التلفزيون، ايضا هذا الصحن همينه مقدم من قناه الشرقيه، حتى كل تجهيزات التلفاز موجوده عندكم. شد هذا محمد هذا اليوم طبق محمد السعودي. هذا صحن وكامل كل مستلزمات انه التلفزيون موجوده عندكم. بالخير والبركه عليكم وصلنا الهديه اللي نرجع لموضوعنا، بما انه انتم مضطرين تغادرون هذا البيت اللي اهله خلف الله عليهم انطوكم اياه، تابع للجامع وتابع للجامع، هو مضطرين تغادرون خلال ايام. ان شاء الله يا ربي الهديه الجايه هي الهديه الكبيره تحل لكم ازمه السكن ولو لمده بسيطه بما الشباب يلقون شغل. ان شاء الله هذا المبلغ اللي هو 2000 دولار صحيح، هذا مبلغ بقيمة 2000 دولار مقدم من قناة الشرقية لكم حتى تبدون بحياتكم من جدة وجديد. وبالعافية عليكم الغراض، واستلمي ال2000 دولار من 6000. بالخير والبركة عليكم، بألف موفقية وتصرفوه بالعافية، وإن شاء الله يا رب ترجعون معززين ومكرمين الأملاككم والأموالكم والعزتكم، وإن شاء الله يا رب أنتم بين أهلكم وناسكم معززين مكرمين ايضا. اكيد كنا اخوان محمد. ان شاء الله الله يبارك فيكم، الله يكثر امثالكم، الله يجزاكم ان شاء الله. بالعافيه عليك ابو عبد الله، ان شاء الله في دول عمرك دعواتك الا الحلوه، الله يوفقكم الله يرزقكم ان شاء الله، ان شاء الله تنحل ازمه المهاجرين. بالعافيه عليك ان شاء الله، ان شاء الله غاتكم مقبول في دول عمركم. بالعافيه عليكم بالخير والبركه عليكم اعزائي المشاهدين. طبعا شفتوا فرحة عائلة أبو عبد الله، بالخير والبركة عليهم. الغراض وأني ونجمة حلقتي لهذا اليوم الفنانة العراقية الكبيرة آلاء حسين، أستودعكم بالله وأقول لكم انتظروني بالحلقة الجاية وفطوركم علينا وضيف آخر. باي باي. بالعافية بالعافية عليكم يا أبا، بالعافية حبيبتي، مبروك مبروك عليكم قلبي، إن شاء الله تستخدمون بلا خير وبركة. نجمة إن شاء الله، إن شاء الله حبيبتي. أكثر من كده أكثر من كده أكثر من كده. هذا البرنامج برعاية زين العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أعرف شنو أحسن خط عندك؟ أكو خط يجو يا رصيد 1500 دينار، وأكو خط ينطيك تخفيض على المكالمات الصبح، وأكو خط يجيبيه بمكالمات رخيصة، وأكو خط بتخفيض على الشبكة، وأكو خط خلينا ناخذ فرن ونرجع لك. خارج الشبكة يعني في حالة حيرة أي خط تاخذ؟ لحظة، تريد خط بكل المزايا اللي تتمناه وأكثر؟ زين، وشنو رأيك إذا ينطيك هذا الخط رصيد مجاني كل ما تعبيه، وفوقها سعر موحد لجميع الشبكات وبدون أجور اشتراك؟ إي معود، وين ألقى هذا الخط؟ الآن مع خط على مودك الجديد، رصيد مجاني عند كل تعبية، سعر موحد لجميع الشبكات. خط يجي وياه رصيد 1500 دينار، وكل خط ينطيك تخفيض على المكالمات بالليل. بيوفريش ينظف أعمق ويقتل البكتيريا التي لا تصل إليها فرشاة الأسنان. بيوفريش لفم أنظف وأكثر انتعاشاً.